أعزائي الطلبة، أهلاً بيكو مع كي رضار ورحلة الميت سؤال الهمة، امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2013 في مرحلة المسائل. حاولنا نجيب لكم مسألتين مهمين قوي، واحدة من الفصل الاتناشر والتاني من فصل التلاتاشر. سهل قوي عليك انك تمسك الفصل الاتناشر ومين التلاتاشر، طلع أهم حاجة فيهم. مسألة على الانبعاث الكهروضوئي والخلية الكهروضوئية. قال عند سقوط ضوء حاد له طوله الموجي 4000 أنجستروم على سطح فلز، انبعث منه إلكترونات بسرعة مقدارها 5.3 × 10^5 متر على الثانية. سقط ضوء أحاد اللون طوله الموجي 4000 أنجستروم على سطح فلز، انبعثت منه إلكترونات بسرعة 5.3 × 10^5 متر كل ثانية. فإذا سقط ضوء آخر أحاد اللون طوله الموجي 5500 أنجستروم، فلتنبعث إلكترونات من سطح هذا الفلز في هذه الحالة ولماذا؟ واداني ثابت بلانك واداني سرعة الضوء. أنا عشان تنبعث إلكترونات قدامي أحد أمرين، يا إما أقول تردد الضوء الساقط أكبر من التردد الحرج لسطح الفلز، أو نقول طاقة الفوتون أكبر من دالة الشغل لهذا السطح. أنا هشتغل على طاقة الفوتون. ليه؟ عشان هو راجل مديني سرعة. سرعة معناها هنجيب كمية، معناها هنجيب طاقة اللي هي حركة. فلوقتي هعمل حاجتين. بقول لك عند سقوط ضوء حاد اللون طوله الموجي 4000 انجستروم، أول حاجة هجيبها هجيب مين؟ تردد الضوء الساقط. تردد الضوء الساقط ده هيساوي مين؟ تردد الضوء الساقط اللي هو ليه أول؟ التردد نيو سي على لمدة. قلت أجيب الطاقة أجيب مين؟ التردد. هنجيب تردد الضوء الساقط سي على لمدة. يبقى سي 3/10^8 على 4000 انجستروم في 10^-10 طلع تردد الضوء الساقط قدامنا، طلع 7.5 × 10^14 هرتز. يبقى ده تردد الضوء الساقط. تمام. هنا بقى نص ام في تربيع بيساوي اتش نيو ناقص اتش نيو سي، طاقه حركه الفوتو الكترونات المتحرره بيساوي طاقه الفوتون ناقص داله الشغل. يبقى نص ام في تربيع اتش نيو ناقص اتش نيو سي، يبقى نص ام في تربيع هتساوي ات ماشي تساوي اتش مشترك نيو ناقص نيو سي. مين نيو يا اولاد؟ اللي هو تردد الضوء الساقط اللي هو 7.5 × 10^14. نص ام في تربيع نص ام كتله الالكترون 9.1 × 10^(10^-31). يبقى هقول نص في 9.1 × 10^(10^-31) بتساوي اتش اللي هو ثابت بلانك 6.625/10^34. تمام ماشي. افتح قوس تردد الضوء الساقط 7.5 × 10^14 ناقص نيو سي. بص بقى لو جبت لك نيو سي على لمدة طلعت نيو 1 ب 7.5 × 10^14، قلت نص ان في تربيع بتساوي اتش افتح قوس نيو ناقص نيو سي، بقت نص 9.1 × 10^(10^31) اللي هي كتلة الإلكترون في مربع سرعته 5.3 × 10^5 تساوي ثابت بلانك في 7.5 × 10^14 ناقص نيو سي. هنا طلعت نيو سي، طلع نيو سي بكام؟ 5.56 × 10^14 هرتز. ده مهم جدا. يبقى انت اديتني الطول الموج للضوء الساقط، تمام، واديتني سرعة حركة الفوتونات سرعة حركة الإلكترونات المتحررة، جبت لك طاقة جبت لك تردد الفوتون الساقط، وجبت لك طاقة حركة الإلكترونات المتحررة. فقلت طاقة حركة الإلكترونات المتحررة اللي هي نص ام في تربيع نص في 9.1 × 10^(10^31) لكتلة الإلكترون في مربع سرعته بتساوي ثابت بلانك في نيو ناقص نيو سي. طلعت نيو سي طلعت 5.56 × 10^14 هرتز. ده التردد الحرج، وانت عارف التردد الحرج هو اقل تردد يلزم لتحرير الكترونات.
انت قلت لي بقى ايه؟ لو سقطت ضوء تاني، فاذا سقط ضوء اخر احادي اللون، طول الموج 5500 انجستروم، فلتنبعث الالكترونات من سطح هذا الفلز في هذه الحاله ولماذا؟ انا هعمل ايه بقى؟ هجيب لك بقى تاني تردد الضوء الساقط نيو 2. نيو 2 دي بقى هتطلع كام؟ تردد الضوء الساقط هقول لك نيو 2 برضو سي على في 3 في 10 اس 8 على 5500 في 10 سالب 10، طلع التردد 5.45% في 10 اس 14 هرتز. تردد الضوء الساقط في الحاله الثانيه كان اقل من التردد الحرج، يبقى بالتالي تنبعث الالكترونات. دي مساله مهمه جدا. يبقى دلوقتي انت اديتني طولين موجيين واديتني طاقه واديتني سرعه الالكترونات، فانا جبت لك تردد الضوء الاول سي على لامدا 1 3 في 10 اس 8 على 4000 في 10 اس سالب 10، عشان حولت من انجستروم لمتر طلعت نيو 1. هنطبق نص ام في تربيع، نص كتله الكترون في مربع سرعته ثابت بلانك في نيو للضوء الاول ناقص نيو سي، طلعت لك نيو سي. فهمتني كده؟ هرجع اجيب لك نيو 2 اللي هو بقى تردد الضوء الثاني، طلع اقل من الحرج يبقى لا تنبعث الكترونات. لو كان طلع بيساويه كانت تنبعث بالكاد، لو كان طلع اقل منه يبقى لا تنبعث. شفت بقى اهميه المساله دي؟ مهمه جدا جدا. لكن كان ممكن تبقى المساله بشكل ثاني، هو يديك داله الشغل اللي هي طاقه اللي هي مين؟ اتش نيو سي، داله الشغل اللي هي الطاقه اللازمه لانبعاث الكترونات، ويديك مثلا اطوال موجيه، يقول لك قل اي من هذه الاطوال يحرر الكترونات، كنت هتحل تقريبا بنفس ايه؟ الطريقه. لكن معانا مساله ثانيه ومهمه جدا برضو على الفصل الكام؟ ال 13 اللي هو الاطياف الذريه. الراجل بيقول لي فيها، بص معاه كده، اذا كان فرق الجهد بين الفتيله ومين؟ والهدف. في انبوبه كوليدج اللي هي انبوبه توليد الاشعه ايه؟ السينيه. ماشي، هو 12 كيلو فولت. اول حاجه لازم اجيب جهد الهدف او جهد المصعد، الاثنين معنى واحد، بالفولت. 12 كيلو فولت يبقى جهد المصعد بتاعي 12000 فولت. وكانت شده التيار 5، خلي بالك 5 ملي امبير. لازم نحول من ملي امبير الى امبير اضرب في 10 اس سالب 3. يبقى انت اديتني جهد المصعد او فرق الجهد بين الفتيله والهدف، مفيش مشكله خالص، واديتني شده التيار. كنت مدي الجهد 12 كيلو فولت، احول من كيلو فولت لفولت اضرب في 10 اس 3 بقت 12000 فولت، واحول من ملي امبير الى امبير اضرب في 10 اس سالب 3 واحطهم جنبي، يبقى جهد المصعد جهد بين الهدف والفتيله 12000 فولت. اما شده التيار المصعد كانت كام؟ 5 في 10 اس سالب 3 امبير. وقال لي شحنه الالكترون 1.6 في 10 اس سالب 19 كولوم. وقال لي ثابت بلانك 6625 في 10 اس سالب 34 جول كل ثانيه. وكانت مين بقى؟ وكانت كفاءة الأنبوبة 2%. كانت كفاءة الأنبوبة كانت 2%. وده سرعة الضوء 3 في 10 اس 8 متر كل ثانية. هيطلب مني حاجات كتير. طلب مني طاقة الإلكترون المنبعث. على فكرة أنا عندي مجال كهربي. فرق الجهد بين الهدف وبين الفتيلة بالمهبط ومصعد هيعمل لي مجال كهربي. ليه؟ عشان المجال الكهربي ده هيساوي فرق الجهد على المسافه بينهم. اي جسيم مشحون يخش مجال كهربي يحصل له حاجتين، يا اما يكتسب طاقه كهربيه اي في تتحول لطاقه حركيه نص ام في تربيع فتزيد سرعته لو دخل موازي المجال. اذا دخل جسيم مشحون موازي المجال يكتسب طاقه كهربيه اي في تتحول لطاقه حركيه نص ام في اس نص ام في تربيع نص ام في سكوير نص الكتله في مربع السرعه. ايه اللي هي الشحنه؟ في اللي هو فرق مين الجهد. فانت عايز طاقه الالكترونات المنبعثه، سهله، الطاقه هتساوي اي في.
الطاقة هتساوي مقدار شحنة الإلكترون في فرق الجهد بين المصعد وبين المهبط أو بين الهدف وبين الفتيلة. لو دخل الجسيم المشحون موازي المجال الكهربي يكتسب طاقة كهربية مقدارها AV تتحول لطاقة حركة نص MV تربيع. تمام الكلام؟ لكن لو دخل الجسيم المشحون المجال الكهربي وكان عمودي على المجال هيتأثر بقوة كهربية. القوة هتساوي الشحنة في شدة المجال. عمودية على اتجاه سرعته فتحرفه نحو اللوح المخالف للشحنة وياخد شكل قطع مكافئ. في أنبوبة كولج الإلكترونات المنبعثة من الكاسود أو من الفتيلة بتتحرك في اتجاه المجال يعني موازي المجال، وبالتالي تكتسب طاقة كهربية إيفي تتحول لطاقة حركية. إذا أنت مغمض وأنت مرتاح نفسيا وكل حاجة فيك هادية، لو طلب منك طاقة الإلكترونات المنبعثة من الفتيلة أو من الكاسود في أنبوبة كولج على فكرة أو في مين الميكروسكوب الإلكتروني إيفي على طول. الشحنة في مين؟ في فرق الجهد. تمام كده؟ دي حاجة هيطلب مني أكثر. تخليك فاكر بقى، يبقى أنت بتكتب معاه دلوقتي القانون قبل ما تشوف حل بقى المسألة. هتبقى طاقة الإلكترونات المنبعثة إيفي، إيه اللي هي الشحنة وفي اللي هو مين بقى؟ فرق الجهد. الشحنة عندك، فرق الجهد عندك. طبعا أنت ماسك ورقة وقلم وبتحل دلوقتي. عايز مني أكثر طول موجي، أكثر طول موجي للأشعة السينية المنبعثة. الأشعة السينية تفسير طفها نوعين، في طيف مستمر وطيف خطي. الطيف المستمر ده بينشأ نتيجة إيه؟ إن الإلكترونات المنبعثة من الفتيلة بتكتسب طاقة كهربية AV تتحول لطاقة حركية نص MV سكوير نص كاف عين تربيع، بتنطلق تتأثر بالمجال السالب لذرات مادة الهدف فتفقد طاقتها تدريجيا في صورة طيف يشتمل على كل الأطوال الموجية الممكنة يعرف بالطيف المستمر للأشعة السينية. تفقد أكبر قدر ممكن في البداية بطول موج قصير، هتحسب من EV H نيو. يبقى الطاقة دي الطاقة الكهربائية راحت في صورة طاقة حركية، لا وفي الآخر راحت في صورة طاقة إشعاعية. طبعا الطاقة الإشعاعية H بقى نيو زي بالظبط الطاقة اللي نتجت عند عودة الإلكترون من مستوى طاقة أعلى لمستوى طاقة أدنى. يبقى هنا EV بتساوي نص إن في تربيع شيلها وحط إيفي بتساوي إتش نيو. يبقى إيفي بتساوي إتش نيو يعني إتش سي على لامدا، بقت لامدا بتساوي إتش سي على إيفي. يبقى هنا أحب على فكرة ده أكثر طول موجي، وأحب الطول الموجي المحسوب طالما ما ادانيش فرق الطاقة بين المستويين. معلش أنا بتعامل معاك عشان الامتحان، أنت ما ادتنيش فرق الطاقة بين مستويين، أنت ادتني جهد المصعد، يبقى هطبق لامدا. ديتني فرق الجهد بين الهدف وبين الفتيله لامدا اتش سي على اي في. لكن لو يبقى لامدا للطيف المستمر اتش سي على اي في. تمام؟ يبقى عكس مع فرق الجهد، يعتمد على جهد المصعد لا يعتمد على مدى الهدف. لكن الالكترونات السريعه اللي اخترقت المجال السالب واخترقت المسات الخارجيه واصابت احد الكترونات المسات الداخليه تكسبه طاقه، هيديك بعد كده الطيف المميز. يبقى لامدا بتاعته اتش نيو بتساوي دلتا اي، بقت لامدا اتش سي على دلتا اي. دي مش ما هيش موجوده في المساله واضحه قوي ان هستخدم لامدا بتساوي اتش سي على اي في. طبعا اتش عندي وسي عندي واي عندي وفي عندي. تمام كده؟ تمام كده؟ يجي بعد كده بقى تروح انت قايل لمين؟ عايز بعد كده هو اداك مين؟ كفاءه ليه انبوبه وطالب منك مين؟ اداك وطالب منك عايز منك قدره الانبوبه، القدره في في اي، القدره في اي من الفصل التاسع. طالب منك قدره اشعه اكس، هتبقى الكفاءة الأنبوبة قدرة أشعة إكس على قدرة الأنبوبة. أعتقد شرحت لك المسألة، تعال نشوف بقى الحل. أول حاجة قلت إي في اللي هي طاقة الفوتون، أول طلب إي في طلعت 1.6 سالب 19 في 12000 19.2 في 10 سالب 16 جول، دي طاقة الفوتون. أنا عايز لامدا، شوف أنا كاتب إي في بتساوي إتش إتش نيو، لامدا بقت إتش سي على إي في 6625 في 10 سالب 34 3 في 10 اس 8 على اي في على بعضها اللي هي كام؟ 19.2 في 10 سالب 16 طلعت 1.35 من 1000 في 10 سالب 10 متر. طبقت التطبيق مباشر، لامدا 6625 من 1000
في 3 في 10 اس 8 على الطاقة اللي هي EV اللي كانت قيمتها كام؟ كانت قيمتها 19.2 من 10 في 10 سالب 16 طلعت 1.35% في 10 سالب 10 متر. طيب فاضل قدرة الأنبوبة سهلة. قدرة الأنبوبة اللي هو V في I. قدرة الأنبوبة V في I. V اللي هو فرق الجهد. I اللي هي شدة التيار. فرق الجهد 5 في 10 سالب 3. شدة التيار 5 في 10 سالب 3. فرق الجهد 12000 طلعت 6 واط. يبقى كده جبنا قدرة الأنبوبة. انت عايز قدرة أشعة إكس بقى. قدرة أشعة إكس هتعوض في القانون كفاءة الأنبوبة. كفاءة الأنبوبة بتساوي قدرة أشعة إكس على قدرة الأنبوبة. الكفاءة الطاقة الناتجة على الطاقة الداخلة. كفاءة أنبوبة كوليدج قدرة أشعة إكس على قدرة الأنبوبة. طب قدرة أشعة إكس أنا عايزها، يبقى هتبقى الكفاءة في قدرة الأنبوبة. طب الكفاءة كام؟ 2% 2 على 100 في قدرة الأنبوبة 60 طلعت 1.2 واط. كده يبقى أنا جبت لك الطول الموجي أكثر طول الموجي، جبت لك قدرة الأنبوبة، جبت لك كفاءة الأشعة، جبت لك مين؟ اللي هي طاقة الإلكترون. ممكن يطلب طلب احسب عدد الإلكترونات اللي تصل لمين؟ إلى الهدف. هتطبق عادي عدد الإلكترونات I في T على إيه. بس أعزائي الطلبة عايز أقول لكم حاجة مهمة قوي. إزاي نزود نفاذية أشعة إكس؟ عشان أزود النفاذية أقلل الطول الموجي، يعني أزود جهد المصعد اللي قدامي ده، أو أزود العدد الذري فيقل الطول الموجي يزيد القدرة على النفاذ. طب إزاي أزود شدة أشعة إكس؟ نزود بقى عدد الإلكترونات اللي بتوصل لمين؟ الهدف. يعني أنا هنزود شدة التيار عشان نزود عدد الإلكترونات. لما نزود عدد الإلكترونات هنزود، عشان كل إلكترون هيحرر له أو هيعمل فوتون، يبقى بالتالي عشان نزود الشدة بنزود عدد الفوتونات، معناها بنزود عدد الإلكترونات. وبكده نبقى وصلنا لنهاية هذا الجزء الهام جدا من رحلة الميت سؤال امتحان الثانوية العامة 2013 مادة الفيزياء. دايما موفقين، وإلى لقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.